أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إرهاب وقتل وعنف ودم وتشريد، هذه هي صورة الدين التي يصورها الملاحدة في خطاباتهم، صورة تخبر بأن سبب شقاء العالم والعنف الذي فيه إنما هو في الدين، وأن الخير سيعم العالم إذا انمحى الدين من الوجود. فهل كان العالم بلا حروب في أي لحظة ما؟ الحرب كحقيقة موجز من التاريخ. في كينيا وبالتحديد من جزيرة تركانا، تخبرنا الحفريات عن آثار معركة بين فئتين من البشر قبل 10,000 عام. نعم، الرقم صحيح، قبل 10,000 عام، أي قبل وجود أنبياء الأديان الإبراهيمية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام في هذه الدنيا. وإذا انتقلنا إلى اليونان، أرض الفلاسفة الأوائل، فقد قال الفيلسوف اليوناني هيراقليطس قولته الشهيرة قبل ميلاد المسيح بحوالي 500 سنة، بأن الحرب هي أم كل الأشياء وأصل كل الأشياء. وكتب القائد الصيني سانتزو كتابه ذائع الصيت فن الحرب قبل ميلاد المسيح بحوالي 500 سنة أيضا. تبدو الحرب إذن حقيقة من حقائق التاريخ التي عرفتها البشرية والتي كانت في شتى البقاع الجغرافية، وهي الحقيقة التي أقرها المؤرخون على مر العصور. كما يقول ابن خلدون إن الحرب لم تزل واقعة في الخليقة منذ أن برأها الله، وهو المعنى ذاته الذي سطره المؤرخ الأمريكي الشهير ويل ديورانت حين اعتبر الحرب هي الأصل في تاريخ البشرية من كثرة الحروب التي خاضتها. وإذا انتقلنا إلى العصور الحديثة، فإن منظري هذه العصور كانوا على وعي بهذه الحقيقة كذلك، فقد كتب نيكولا ميكافيلي عن الحرب وفنونها، ورأى توماس هوبز أن العنف متجذر في الإنسانية، واعتبر كارل ماركس أن العنف هو مولد التاريخ. تبدو الحرب إذن أحد أكثر الأشياء شيوعا في تاريخ البشرية الحديث والقديم، وليست شيئا جديدا نشأ مع دين معين. الآن علينا أن نختبر فرضية أخرى، هل سيكون العالم بلا عنف حقا عند إزالة الدين منه؟ مجد أوروبا، التنوير وحقول الدم. أوروبا لم تعد أوروبا الكنيسة أو أوروبا المسيح، وإنما أوروبا التنوير والعقلانية. هذا هو أحد المعاني الأبرز الذي حاول عصر التنوير تأكيده بكل أفكاره ومنظريه وفلاسفته، فقد حاولت أوروبا دفن الدين والتخلص منه، وفي أحسن الأحوال أخفته من المجال العام، ليحل الإنسان محل الإله ولتحل الأيديولوجيات محل الأديان. فهل اختفى العنف من العالم إذن؟ كانت الفلسفات التي قامت على أنقاض الدين والتي سوقت نفسها بأنها تؤمن بالخير الإنساني كالاشتراكية مثلا، واحدة من أعظم أسباب المذابح في التاريخ على يد ستالين في الاتحاد السوفيتي وماو تسي تونغ في الصين، حتى أصبح مصير كل من عارض الاشتراكية أسوأ من معارض الأديان في القديم. وعلى أعتاب العصور الحديثة، دخلت أوروبا في حرب عالمية أولى قادتها دول نشأت منعزلة عن الدين، وكانت العلمانية هي أساس حكمها، لكن ذلك لم يكن كافيا لئلا يقتل أكثر من 17 مليون إنسان ويصاب أكثر من 20 مليون آخرين فداء لمفاهيم لا دينية مثل القائد والحزب والدولة والأرض ومصلحة الوطن. بعبارة أخرى، يقتل الناس فداء لكل شيء إلا الدين. وبعد 21 عاما فقط من الحرب العالمية الأولى، كانت كارثة العالم الأكبر بالحرب العالمية الثانية، تلك الحرب التي خلفت وراءها الخراب الشامل لعقود، مع أنها لم تقم لأسباب دينية، إذ يقدر عدد ضحاياها ما بين 60 إلى 80 مليون إنسان بين قتيل وجريح وطريد. أمطر سكان العالم بالصواريخ والقنابل، لكن هذه الصواريخ لم تكن صواريخ دينية، بل كان أغلبها صواريخ لا دينية.
وجرب العالم لأول مرة ويلات القنابل النووية في حرب لادينية فوق سماء هيروشيما وناغازاكي. وكانت القوى العظمى تخوض حروبها العنيفة باسم تخليص الناس من العنف، بينما هذه القوى في حقيقتها تمارس العنف دون السماح لغيرها بممارسته. أو بتعبير ريتشارد وينترز، بينما يمكن للناس أن يرتكبوا مذابح باسم الإنسانية والبشرية والاستهلاكية والحلم الأمريكي والسيادة الأوروبية وحماية المصالح التجارية، فالعنف الوحيد المنتزعة شرعيته هو العنف الذي يقوم به متدينون، ولو كان لأسباب غير دينية كمقاومة المستعمر. اختراع العدو، أسطورة العنف الديني. سنقدم لكم أسوأ خدمة، سنحرمكم من العدو. هكذا قال مستشار رئيس الاتحاد السوفيتي إلى الغرب بعد سقوط جدار برلين. إذا كان الأمر كذلك، وكانت الحروب حقيقة تاريخية، والدمار أتى مع الأنظمة غير المتدينة أكثر منه مع الدين، فلنا أن نتساءل، ما الذي يجعل إذن أسطورة مثل الدين هو سبب العنف رائجة في أوساط أكاديمية وإعلامية وثقافية؟ يخبرنا فرويد بأن الترابط بين أعضاء الجماعة يهدده عنف كامن، وللتخلص من هذا العنف الكامن فعلينا أن نوجه عنفنا إلى شيء آخر خارج عنا. وفي حالة الحضارة الغربية فالمبرر جاهز والعدو حاضر، فالشرق متخلف ويسوده عنف غير عقلاني، ويجب أن ننقذهم من شرور أنفسهم. هذه الأسطورة نجحت مع الاستعمار منذ القديم، حين صبغ الشعوب المستعمرة بصورة البربري المتوحش ليقول أن عنف الغرب هو عنف جيد وهو الحل الأمثل لعنف الشرق الشرير، وليكتب منظرون وفلاسفة وسياسيون حول هذا المعنى مثل صامويل هينتينغتون في كتابه صدام الحضارات، وفرانسيس فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ. فكل كفاح غير كفاح الرجل الأبيض فهو عنف مذموم وإرهاب لا يمكن القبول به. أما الحروب العالمية وإبادات الهند واستعمار الشرق حتى الوصول إلى أعنف صور الحرب في أفغانستان والعراق، فكل ذلك له مبرره الوجيه، وتم تمرير هذه المفاهيم كلها عبر ترسانة من مفاهيم الاستشراق وعلوم الأنثروبولوجيا التي نظرت للشعوب المستعمرة بنظرة دونية لدعم نظرة المستعمر في أهمية خلق العدو. وكان الإسلام بالفعل هو العدو البديل للاتحاد السوفيتي بعد سقوطه، أي أن الأمر عملية مستمرة من اختراع العدو الذي لا يحق له أن يكون عنيفاً، بينما يحق للآخرين ومن خلال قيمهم هم فقط أن يستخدموا العنف. نحن إذن لسنا أمام دين عنيف لا عقلاني وغرب مسالم عقلاني، نحن أمام عنف يراد شرعنته بنزع الشرعية عن كل ما سواه، بينما العنف نفسه فسيظل قائما وإلى الأبد حتى يكتب المنتصر التاريخ ويصم من يشاء بما شاء. الواقعية الإسلامية، الجهاد والحرب العادلة. فوجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد، إذ المقصود بالجهاد هو الهداية، وأما قتال الكفار فليس بمقصود، حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد لكان أولى من الجهاد. هكذا قال الخطيب الشربيني من أئمة الشافعية في القرن العاشر الهجري. الحرب إذن ممتدة في التاريخ ومحفورة في وعي الإنسان، لكنها تتخذ أشكالا مختلفة، فإذا كانت لا مفر منها فالمعيار في القيمة التي تتم تحتها. ومن هذا المنطلق أتى الإسلام بواقعيته، لا ليقاوم طبيعة الإنسان ويكذبها ويغض الطرف عنها، ولا ليقدم تصورا رومانسيا غير قابل للتحقيق، بل ليهذب هذه الطبيعة ويوجهها نحو غايات أنبل. من هذه المركزية التي ينطلق منها الإسلام حين يصنف الحقوق ويوزعها، كانت منظومة القيم التي تطوق شرائع الإسلامي ضمن إطار أخلاقي، ومن هذا الإطار الجهاد في سبيل الله، والذي ما هو إلا تشريع لحفظ الإنسان وترشيد لمفهوم الحرب بألا تستخدم إلا في مكانها الصحيح،
ليس هدف الجهاد في الإسلام القتل إذن، ولا هدفه هو إرغام فرد واحد من الناس على الدخول عنوة في الإسلام، إذ الإسلام لا يصح إلا من المقر به والمؤمن بأركانه، وإنما الهدف هو الدفاع عن أمة المسلمين ومنع العوائق التي تمنع وصول الإسلام للبشرية كلها. فقبل خيار السيف كان المسلمون يعرضون الدين على البلدان، فإن رفضوه نزلوا رتبة إلى الدرجة الثانية، وهي أن يصالحوهم دون حرب على شرط حفظ دين المسلمين ووصول دعوة الإسلام إلى الناس، وإلا فهي الحرب. لكنها الحرب العادلة، الحرب الأخلاقية ذات الهدف النبيل، الحرب التي ترشد المآسي التي خاضتها البشرية عبر تاريخها والتي ستبقى إلى قيام الساعة. فإن يكن الإنسان ذئبا لأخيه الإنسان كما يقول هوبز، فليكن إذن في سبيل هدف أسمى من مجرد التنافس وإطلاق طاقة العنف الكامنة، أسمى من الدولة ومن أوامر الرئيس ومن القومية ومن الطوبيا ومن الاستهلاكية ومن الدفاع عن مصالح التجارة. فليكن هذا في أمر به يكتسب الإنسان معنى وجوده ويكشف به عن غايته ويتسق مع فطرته، فليكن في سبيل الله.